بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بنبدأ في الطحالب الحمراء وهي من الطلائعيات الشبيهة بالنباتات، طلائعيات شبيهة بالنباتات. والطحلب الآن هو الكورالين، الكورالين، طحلب الكورالين. هذا الطحلب من الطحالب الحمراء ويحتوي صبغة أعطته هذا اللون اسمها الفايكوبلين. هذا هو الفايكوبلين، الفايكوبلين طحلب له صبغة، يعني يحتوي صبغة لونه أحمر. نعم، تصنف من طلائعيات شبيهة بالنبات، طلائعيات شبيهة بالنباتات أو طلائعيات شبيهة بالنباتات. طيب، يحتوي على صبغة فايكوبلين، فايكوبلين اسمها قريب للصبغة اللي في الطحالب البنية اللي هي صبغة الفايكوذانسين. الطحالب البنية اسمها الفايكوذانسين، فايكوذانسين هنا بنسميها الفايكوبلين، فايكوبلين التي تكسبها اللون الأحمر، التي تكسبها اللون الأحمر، تكسبها اللون الأحمر. طيب، هذه الصبغة موجودة بالإضافة إلى الكلوروفيل، بالإضافة إلى الكلوروفيل اللون أخضر، لذلك ذاتية التغذية. هذه الطحالب الحمراء ذاتية التغذية، تصنع غذائها بنفسها. هذا هو الطحلب كما نشاهده في الرسمة، لكن هذه المنطقة فيها طحالب حمراء، شايفين هذه المنطقة اللون المحمر في هذه الجهة. طبعا هذا النسطوك شايفين انه متحرك، هذا في أميبة موجودة كلها بتعيش في المستنقعات. هذه طحالب الحمراء، طحالب الحمراء. بنجد أنها تستطيع لذلك تستطيع هذه الطحالب القيام بعملية البناء الضوئي، القيام بعملية البناء الضوئي، عملية البناء الضوئي في المياه العميقة، في المياه العميقة. لماذا قلنا في المياه العميقة؟ لأن الضوء، لأن الضوء، لاحظ الفيديو بيوضح لنا مجموعة من الأوليات من ضمنها الطحالب الحمراء أو طحلب الكورالين. لأن الضوء لأنها تمتص الضوء، المياه العميقة لأنها تمتص تمتص الضوء الأزرق، الضوء الأزرق والأخضر والبنفسجي، أخضر والبنفسجي،
والبنفسجي، والذي يخترق الماء إلى عمق، الذي يخترق الماء إلى أعماق 100 متر وأكثر، 100 متر وأكثر، 100 متر وأكثر. هذه نعم، يعني هذه المخلوقات التي تشاهدها في مياه عميقة، بتعيش في مياه عميقة، لذلك بيبدو لون الطحلب أحمر. استطيع هذه الطحالب القيام بعملية في المياه العميقة، لأنها المياه العميقة، لأنها لأن الماء العميق. نشيل الضمير حتى الكلام يكون واضح. لأن الماء يمتص لأن الماء يمتص الضوء الأزرق والأخضر والبنفسجي إلى أعماق 100 متر. طيب، الطحالب الحمراء تسهم في تكوين الشعب المرجانية، تسهم طحالب الحمراء في تكوين الشعب المرجانية. شعب المرجانية، المرجان حيوان من اللافقاريات بتوجد في البحار، وبيسهم هذا الطحلب في تكوينه. نعم، لأنه يحتوي في جداره الخلوي على كربونات، على مادة اسمها كربونات الكالسيوم، كربونات الكالسيوم CaCO3 اللي هي المستعملة في الجبس. هذه مادة قوية جدا، تربط هذه المادة جدار الخلوي، في هذه المادة تربط أجسام المرجان معا لتكوين، فتتكون الشعب المرجانية، تكون الشعب المرجانية. طيب، مثال للطحالب الحمراء، طحلب الكورالين، طحلب الكورالين، شايفينه في الصورة لونه أحمر وليس اللون الأخضر. هذا هو، نعم، موجودة طبعا فيه، قلنا صبغة الفايكوبلان. نعم، يحتوي لاحتوائه على صبغة الفايكو بلان. لا ننسى أنه فيه الصبغة الخضراء. طيب، ليش ما تصهر الصبغة الخضراء؟ لأن كمية الصبغة الحمراء أكثر الحمراء من الخضراء، فطغت عليها وظهر اللون. والدليل على ذلك أنه يقوم بعملية البناء الضوئي. لو ما عنده مادة الكلوروفيل ما قام الطحالب الحمراء بعملية البناء الضوئي. هذا هو الطحلب الأخير. طيب، بنجي لمسألة أخرى اللي هي استعمالات الطحالب، استعمالات الطحالب سواء كانت حمراء أو بنية أو خضراء أو
ودياتومات استعمالاته فيما تستعمل الطحالب، فيما تستعمل الطحالب، تستعمل الطحالب أحيانا في الغذاء، وتستعمل في الأدوية، أو تستعمل كمستحضرات. نعم، نبدأ بالأولى اللي هي الطحالب الحمراء. نوري نوع من الطحالب الحمراء، حدرسنا الكورالين. نعم، حدرسنا طحلب المثال اللي عندنا في الكتاب اللي هو الكورالين. أما طحلب نوري فطحلب أحمر، تجفف أولا، تضغط على شكل صفائح لتستخدم في شوربة والحساء والتوابل لبعض الشعوب. اثنين، يحضر الأجار المستخدم في المختبرات اللي بنزرع فيه مزارع، ونحن مدرسين أحياء وأنتم طلاب هذه المادة، تلاحظون أن المعلم في المختبر بيقوم بزراعة بعض البكتيريا أو بعض أنواع الطلائعيات في مادة الأجار. هذه المادة غذائية بتسمح لبعض الكائنات المجهرية الدقيقة بالنمو، كما يستخدم الأجار في حشو الفطير وحفظ معلبات اللحوم والأسماك الغذاء. وتستخرج مادة الكاراجينين، كاراجينين في تسخين قوام الكريمة وبعض المشروبات والشامبو. إذن مسألة الغذاء هي عامل مشترك في الطحالب. والطحالب البنية مثلا، تستخدم الطحالب في المحافظة على قوام الأشربة، يعني تصير ثخينة شوية مركزة. الأيس كريمات، نعم، بعد تجميدة تصير قوية. الدهانات، ويوكل صنف الإيمينيريا مع اللحوم والسمك وفي الحساء. طحالب الخضراء، واخذنا مثال لها خس البحر، خس البحر ايضا يستخدم في السلطة، كما يستخدم في الحساء والمقبلات ومع اللحوم والاسماك. اخيرا، من استخدامات الدياتومات وذكرناها في حينه، تستخدم في عمليات الترشيح والتصفية للمواد الكيماوية وصناعة الكيماويات والزيوت الصناعية وزيوت الطبخ والسكر وفصل الفضلات، لأنها فيها عمليات ترشيح، وتستعمل أيضا باعتبارها مادة حافظة، باعتبارها مواد حافظة، مواد حافظة. هذه هي استعمالات الطحالب، استعمالات الطحالب. طيب، عندنا ظاهرة استعمالات الطحالب.